وقال محافظ صلاح الدين أننا نملك مشروعا واضحا للبناء والتطور، مشددا على عدم أهمية تحديد الباطل والوقوف كوننا مقبلون على الإعمار بمهنية تحقق متطلبات المرحلة المقبلة. ما يرهم نقول للباطل حق أبد، الباطل ينقال له باطل وينتهي ويروح على صفحة ويخلونا نشوف طريقنا بعد. احنا امامنا بناء، امامنا مستقبل اجيالنا، امامنا كثير من القضايا اللي نعول عليها للبناء. فلذلك هذه هي خطتنا في العمل، سنعمل مهنيين تحت مظلة سياسية وطنية قابلة للبناء بشكل صحيح وقابلة على ان تحقق متطلبات المرحلة القادمة. الشعارات ما تنفعنا اطلاقا، ما تنفعنا. ان شاء الله راح تلمسون اكثر مما تتوقعون، لان من يفكر بخدمه الناس اولا يكسب رضا الله ورضا الناس. الحق واضح والباطل واضح. احنا الان لا نقبل بهاماتنا الكبيره هذه ان نكون جزء من مشاريع قزمه صغيره، ما نقبل نكون، احنا اكبر من هذا، احنا ما نقبل احد يعلمنا، احنا نعلم كل الدنيا.